اجتماعي في مرحلة أخرى، لكن انتهى به الأمر لا سيما بعد التحاق الظواهر به إلى طرح نظرية خاطئة هي الجهاد ضد العالم كله. قلت هل سيتبع الظواهر، هل موت أسامة بن لادن رحمه الله هل هو نهاية للقاعدة، أم أنه ما دامت الظاهرة قائمة، ما دامت الأسباب التي ولدت القاعدة لا تزال قائمة، وهي ظلم الحكام وتأييد النظام الدولي للحكام ووجود الإرهاب الإسرائيلي والدعم الدولي للإرهاب الإسرائيلي، لماذا العالم كله ينظر إلى إرهاب نوع واحد من الإرهاب بينما هناك أنواع من الإرهاب، هناك إرهاب الحكام، هنالك الميليشيات، تونس منذ يومين يعني هنالك بلطجيه الحزب الحاكم السابق هجموا على اجتماع شعبي، فهذا ارهاب في الحقيقه، وهناك ارهاب دولي تمارسه اسرائيل على الشعب الفلسطيني. اذا ما دام هنالك ارهاب، ما دام لم ينتبه الحكام في العالم العربي لان الطريقه التي يحكمون بها هي طريقه ارهابيه، هي قاعده، وأنه لا مناص لهم من أن يعيدوا السلطة للشعب وأن يخرجوا المساجين وأن يمارسوا السلطة بطريقة ديمقراطية، ما دام هناك نظام دولي يدعم هؤلاء الحكام الفاسدين، ما دام هنالك إقصاء، هناك جماعات تمارس الإقصاء، هذه كلها قاعدة في الحقيقة. فهناك قاعدة، ليست هناك قاعدة واحدة قاعدة بن لادن، هناك قاعدة علمانية وهنالك قاعدة دولية وهناك قاعدة إقليمية. لكن يتحدث الآن عن قاعدة بن لادن، يعني مع وجود كل هذه الأسباب التي قام عليها هذا التنظيم، هل برأيك مقدر لهذه القاعدة، تنظيم القاعدة، تنظيم بن لادن بأن يبقى؟ نحن نتمنى أن يزول وأن يكون أن تكون نهاية بن لادن نهاية القاعدة، لكن الأسباب إذا استمرت ستولد نفس الظواهر. مثلا في اليمن هناك ظاهرة عجيبة، في اليمن شعب مسلح كله ومع ذلك لا يمارس السلاح وإنما يمارس العمل السلمي في مواجهة الرصاص. علي عبد الله صالح يريد لهذا الشعب أن يستخدم السلاح حتى يبرر استخدام فزاعة القاعدة، لكن هذه ثورة جعلت اليمن لا أحد يتكلم عن قاعدة في اليمن ولا عن حوثيين ولا عن حراك جنوبي، توحد الشعب اليمني. إلى أي مدى سيظل الشعب اليمني موحدا ويمارس العمل السلمي في مواجهة إرهاب علي عبد الله صالح؟ يعني هذا يعني الصبر كما يقال له حدود، وأنا أحيي الشعب اليمني وكل هذه الثورات التي تمارس العمل الشعبي السلمي، لأن هذا هو البديل الوحيد عن القاعدة، وهو البديل عن المطالبات الرخوة بإصلاح أنظمة فاسدة تبين أنها لا تصلح، وهو نظيم بديل عن الانقلابات التي مورست ولم تأتي بخير، وبديل عن القاعدة التي قتلت من المسلمين أكثر ما قتلت من غيرهم وشوهت صورة الإسلام. ولذلك نتمنى أن لا يكون لبن لادن خلفاء إلا الثورات السلمية الشعبية. شكرا لك راشد للغنى.